لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بنا في الصف الأول الثانوي مادة الفيزياء. هنبدأ إن شاء الله النهاردة في بداية الدرس الثاني معانا الفصل الأول. نبدأ الفصل الأول إن إحنا بنعرف الحركة. الحركة هي أي تغيير بيحصل لموضع الجسم خلال الزمن. يعني أنا لو واقف في مكان هنشوف لو برج الكلام ده. ده جسم ليه موضع ده مكان الجسم هيمر عليه زمن هنقول مثلا 10 ثواني تمام حصل فيه تغيير لان الجسم ده والجسم ده اتحرك من المكان ده خلال 10 ثواني ده ايه اللي حصل هنا ده بنسميه الحركه اللي هي الحركه هي تغير في موضع الجسم خلال فتره من الزمن إذا الجسم إيه؟ موضع جسم آخر. طيب هو بيقول لك لاحظ هنا لو الحركة دي تمت في اتجاه واحد بتعرف بإيه؟ حركة في خط مستقيم. هناخد أنواع الحركات منها الحركة في خط مستقيم بيقول إن هي أبسط أنواع إيه؟ الحركة. حركة في خط مستقيم زي حركة القطار. تمام؟ خط إيه؟ مستقيم. طيب مخطط الحركة إن عندي حاجة اسمها مخطط حركة دي مجموعة من الصور بيحصل لها عملية كتابة زي فكرة بالظبط صور فوتوغرافية لو عملتها على شكل أو الأفلام أصلا عبارة عن مجموعة من الصور أفلام فيديو مجموعة من الصور متتابعة هو مخطط الحركة بيقول لك إن هو عامل زي مجموعة من الصور متتابعة لجسم متحرك طبعا في فترات زمنية بس هنا في الفترات الزمنية متساوية المخطط ده او المجموعة الصور دي بنجمعها في صورة ايه؟ واحدة. انواع الحركة عندي نوعين من الحركة حركة انتقالية وحركة دورية حركة انتقالية ودورية من اسمها يا جماعة انتقالية يعني بيحصل فيها عملية انتقال عملية ايه؟ انتقال طب الحركة الانتقالية يقول ان هي ليها ميزة ان في نقطة بداية ونقطة نهاية ممكن تكون الحركة دي زي ما قلنا في خط مستقيم زي حركة القطارات المواصلات القطار بيمشي في طريق خط مستقيم أو ممكن يكون في مسار منحنى طبعا مش القطار لا احنا بنتكلم على الحركة اللي الحركة الانتقالية بنسبة إن ليها نقطة بداية ولها نقطة إيه؟ نهاية طيب ممكن تكون الحركة الانتقالية دي حاجتين تعالى نقسم كده أحسن على البورد أنا بقول إن معايا إيه؟ حركة انتقالية مع حركة ايه؟ انتقالية دي انا بقول ان هي ممكن تكون حاجة من الاثنين يا اما في خط مستقيم دي رقم واحد ودي زي القطارات وسائل المواصلات او المسار بتاعها منحنى دي رقم ايه؟ اثنين دي زي حركة المخزوفات تمام انا لو عملت قص الاجسام او حركة المخزوف تمام ودي هناخدها في جزئيات خاصة بيها دي طبعا عرفنا مسار ايه؟ منحنى طيب عندي النوع الثاني من نوع الحركه حركه ايه؟ دوريه. حركه دوريه هي حركه بتكرر نفسها على فترات زمنيه متساويه. يبقى هي حركه بتعمل ايه؟ من اسمها دوري، دوري يعني بيتكرر. يبقى حركه بتكرر نفسها على فترات زمنيه متساويه. ممكن تكون دائريه زي حركه القمر حول الارض يبقى دي اول نوع معايا انها ممكن تكون ايه؟ دائريه رقم واحد. عقرب الثواني معروف ان العقرب بيمشي في دايره تمام او حركه اهتزازيه رقم اثنين زي حركه بندول الساعه وخدنا بندول الساعه اللي هي الساعه ذات البندول وخدناها في الباب الاول تمام اللي هي ساعه ويكون فيها بندول بيتحرك ايه اهتزاز يمين وشمال او حركه موجيه دي رقم ثلاثه
في الحركات الدوريه. دي زي موجات الصوت وموجات الضوء واللاتين. يبقى احنا كده اول حاجه عرفنا الحركه يعني حركه تغير حادث يعني بيحصل في موضع الجسم بمرور الزمن يعني خلال فتره من الزمن بالنسبه لموضع الجسم. عرفنا خطه الحركه انواع الحركه نوعين، حركه انتقاليه ودي ممكن تكون في خط مستقيم زي القطارات والسلم المتوقع، ممكن تكون في مسار مرحله زي المخزوقات. طبعا بتتميز بان لها نقطه بدايه ولها نقطه نهايه. اما الحركه الدوريه لا دي ولا ملهاش لان داير الحركه دوريه. يا جماعه حركه دوريه دي بتكرر مثلها القطارات زي ما هي متساويه. تمام؟ زي الحركه الدائريه، حركه القمر حول الارض، ما عرفنا القمر بيلف على الارض على فترات زمنيه متساويه. بيكرر نفسه ما بيعملش ما بيدورش حوالين الارض او ما بيعملش حركه مره واحده. عقرب الثواني، هل عقرب الثواني بيتحرك مره واحده؟ لا ده شغال على طول. في حركه دائريه. بيكرر نفسه طبعا ايه؟ مع الثواني. الاهتزازيه زي حركه بندول الساعه. الساعه ذات البندول، البندول بيتحرك يمين وشمال في حركه اهتزازيه متكرره. موجيه زي موجات الصوت والضوء واللاسلكي. سؤال بقى للتفكير، بيقول لك علل حركة الإلكترون حول إنها حركة دورية. عايزين نشوف الإجابات إن شاء الله تحت الفيديو أو في الإيفنت. أكيد. طيب السرعة يا جماعة، السرعة إحنا كتبناها في الفصل الأول واتكلمنا عنها. إحنا قلنا إن السرعة إن نجد نسميها إيه؟ في البداية خالص من المسافة التي المسافة بالنسبة لإيه؟ الزمن. لا هنا هناخدها بشكل علمي اكتر. من السرعه هي ازاحه، مثلا كتبنا في الفصل اللي فات الفرق بين المسافه وبين الايه؟ الازاحه. ان الازاحه هي مسافه لكن ليها اتجاه. انا بمشي 100 متر في اتجاه الشمال كده يبقى ازاحه. يبقى الازاحه اللي بيقطعها الجسم في الثانيه الواحده. تمام؟ يبقى انا السرعه بتاعتي هي الازاحه اللي انا بمشيها في الثانيه الواحده. تمام؟ أو هو بيقول لك إن هي المعدل الزمني للتغير في الإزاحة. يعني أنا إيه التغير بالنسبة لي في الإزاحة؟ بمعدل الزمن اللي هي نفس التعريف، التغير في الإزاحة اللي هو إن الإزاحة لا تتغير. المعدل الزمني اللي هو إيه؟ الثانية الواحدة. المعادلة بتاعتي بتقول إن الـ V يعني السرعة بتساوي الدلتا V يعني التغير في المسافة أو الإزاحة على الدلتا تي اللي هو المعدل ايه؟ الزمن. واحدة القياس طبعا عرفنا ازاي بنعملها. بنقول أول حاجة الدي الإزاحة تقاس بإيه؟ بالمتر يبقى متر. والتي تقاس بإيه؟ بالثانية. وطبعا ده على القسمة يبقى متر على الثانية. ده لو بقيس بالمتر والثانية، طب لو بقيس بالكيلو متر وبالساعة يبقى الإم أو الإزاحة قيسة بالمتر قيسة بالكيلو متر. والزمن بدل ما بقيسه بالثانية لا بنقيسه بالساعة. تمام؟ طيب هو بيقول لك ما معنى قولنا أن، ودي الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان، بيقول لك ما معنى قولنا أن؟ بيقول لك ما معنى قولنا أن سيارة تتحرك بسرعة 40 متر في الثانية. أحط التعريف أقول له معنى ذلك إن السيارة بتعمل إزاحة، أدي التعريف أهو الإزاحة، بتقطع إزاحة قدرها 40 متر في زمن قدره كام ثانية؟ ثانية واحدة. يبقى هي ايه؟ التعريف. طب سؤال علم، يقول السرعة كمية متجهة، ليه السرعة كمية متجهة؟ خدناها. أقول له لأنها عشان أعرف، إحنا قلنا في الكمية المتجهة في المحاضرة اللي فاتت، إن أنا عشان أعرفها لازم بعرف إيه؟ حاجتين، أعرف المقدار والاتجاه. يبقى لو قال لك ليه السرعة كمية متجهة؟ أقول له لأنه يلزم لك تعرفها معرفة المقدار والاتجاه، إن المقدار اللي هو كام مش الكام، إن الإزاحة دي كام متر كام كيلو متر. الاتجاه لازم أعرف اتجاه شمال شرق. تمام؟ طبعا التعليل الثاني ماشي اللي وراه، أولا إنها ناتجة من قسم الكمية المتجهة اللي هي الإزاحة، إن أنا لسه قايلين إن السرعة عبارة عن إيه؟ عبارة عن إزاحة، إزاحة كمية متجهة على كمية قياسية اللي هي ايه؟ الزمن. طبعا الناتج بتاعي بيكون ايه؟ كمية
متجه على كميه قياسيه بتديني كميه متجهه. احنا خلينا في في الاجابه الاولى ان هو لو قال لك ليه السرعه كميه متجهه تقول لي لان لازم عشان اعرف اعرفها لازم اعرف المقدار والاتجاه. طب هو هنا في يقول لك زي ما كنا بنعمل خدنا في السؤال الخط الاول الباقي الاول علم السرعه كميه متجهه بينما المقدار اذا هي السرعه كميه ايه؟ متجهه، لكن المقدار كميه قياسيه. هنقول الاجابه البسيطه بتاعتنا مش لازم الاجابه دي كلها. اقول السرعه كميه متجهه لان يلزم انت عرفتها دي تمام مقدار واتجاه. انما الكميه قياسيه لا، انا عايز الكميه بتاعت المقدار كميه قياسيه لان انا بعرف المقدار فقط. يلا نفكر كده في السؤال ده ونخبين الاجابه. السؤال بيقول لي ان في فتاه بدات الحركه من المنزل هنا في النقطه دي لحد ما عادت مره اخرى في النقطه دي، تمام؟ هو بيقول لي يلا نجاوب. الفتاه وقفت امتى؟ يلا كده نبص في الشكل. مشيت كده ماشيه 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 ماشيه. وقفت المسافه دي. عايزين نعرف امتى وقفت، يبقى انا بسال عن مين؟ عن الزمن. متى بتسال عن ايه؟ عن الزمن، عند الزمن اس. يبقى انزل بالزمن كده يبقى عند الثانيه رقم، ثانيه من الثانيه 2 للثانية كام؟ 4. وبعد كده كان مشي الثاني. جت عند الثانية 5 وراحت ايه؟ وقفت ايه؟ لحد الثانية كام؟ 6. وأقول له برضه من 5 إلى 6. طيب أكبر سرعة الفتاة اتحركت بيها. يلا احنا سألين السرعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاتجاه، الاتجاه دي دلتا دي على دلتا تي. يبقى انا ابدا احسب السرعات اللي الفتاه مشيت فيها. طبعا هستبعد دي ليه؟ لان دول وقفت كتير. يلا نشوف كده، هي هنا لحد ما وصلت هنا قطعت 25 متر في ثانيتين، يبقى 25 على 2 12 ونص. طب هنا هي مشيت من 25 ل 30 او 35 يبقى كام؟ يبقى اقول مشيت 10 متر. 35 ناقص 25 10، ده اللي هو التغير الدلتا دي، يعني دي 2 اللي هي 35 ناقص دي 1 25 10 ناقص على الدلتا تي التغير في الزمن، الزمن بتاعي لما هنا كانت 5 ناقص 4 1 يبقى 10 على 1 تلاقي ايه 10. يبقى احنا ايه جبنا دي ناقص 12 ونص ودي 10. تعالى نكمل. إذا ده رجعت كل المسافة رجعت 35 على كام؟ هنا 6 وهنا 2، يبقى 35 على 8 ناقص 6 2، 5 8 ناقص 6 2، يبقى 35 على 2 17 ونص، يبقى هي دي أكبر سرعة الفتاة مشيت بيها 17 متر ونص متر في الثانية، يبقى هي مشيت 17 متر ونص في الثانية، يبقى أقول لما أكبر سرعة اتحركت بيها الفتاة هي السرعة وهي معاودة ايه؟ إلى البيت. طبعا ب 17 ونص متر. طيب هو بيقول لي ليه؟ لماذا تكون سرعة العودة سالبة؟ سرعة عودتها دي، ليه السرعة دي سالبة؟ أقول له لأن كده هي مشيت في عكس الاتجاه، هي كانت ماشية كده أهو، ودي يا جماعة اللي قلنا عليها. قلنا إن أنا بقول إذاعة متجهة لأن أنا لازم أحدد الاتجاه. كده دي طول ما أنا ماشي كده يا جماعة الاتجاه ده كده كده ده لحد هنا ده اسمه اتجاه موجب لان انا ماشي في الاتجاه الاصلي بتاعها. وانا بعاود ده اسمه الاتجاه الايه؟ سالب لان انا ماشي عكس. يبقى لماذا تكون سرعه العوده سالبه؟ لانها في عكس الاتجاه الاول اللي هو الايه؟ الاتجاه الاصلي اللي ماشي بيه. بتقول لي يقول السؤال فرق بين الازاحه والمسافه التي قطعتها الفتاه. دي خدناها الفصل اللي فات. الازاحه قلنا هتبقى كام؟ ازاحه صفر. الإزاحة كام؟ صفر. ليه الإزاحة صفر؟ لأن أنا أقول هي مشيت في الاتجاه الموجب 35 ومشيت في الاتجاه السالب 35، يبقى 35 ناقص 35 بكام؟ بصفر. 35 ناقص 35 بكام يا جماعة؟ بصفر. طيب الإزاح كده الإزاح. طب المسافة؟ لا المسافة قلنا إن أنا ما بيفرقش معايا الاتجاه، مفيش حاجة اسمها اتجاه موجب وسالب، أنا بشوف هي مشيت كام؟ قول إن هي مشيت 35
وعودة 35 إلى 35 زائد 35 كام؟ 7. تعالى نشوف الإجابات كده. الإجابات بيقول لي إن هي وقفت عند الثانية 2 و4 ومن 5 ل 6. أكبر سرعة عند العودة، بيقول لي لأن الميل أكبر. طبعًا فهمنا إن الميل أكبر يعني إيه؟ يعني أنا بجيب السرعة بتاعتي عبارة عن التغير في الإزاحة، التغير في مين؟ في الزمن. يعني ايه التغير؟ الدلتا دي يعني ايه؟ يعني انا مشيت من 25 ناقص 6 دي 2 ناقص دي 1، وتي 2 اللي هي الثانيتين ناقص ايه؟ 0. طب الاجابه بتاع ليه بتكون السرعه سالبه؟ لان الحركه في اتجاه مضاد، الازاحه في 0، المسافه 70. ناخد انواع السرعه، احنا كده خدنا انواع الحركه. ناخد انواع ايه؟ السرعه. عندي السرعه نوعين، سرعه عدديه وسرعه متجهه، دي اللي هندرسها دلوقتي النوعين دول. سرعه عدديه وسرعه ايه؟ متجهه. يلا ناخد التعريفات. السرعه العدديه بنسميها ايه؟ عدد. سرعه ايه؟ عدد. هي عباره عن مسافه بيقطعها الجسم في الزمن بس. انا كده عايز مين؟ عدد، يعني برضه نفس الفكره، المتجه والايه؟ والقياس، دي مقدار فقط. يبقى انا بشوف في السرعه العدديه المسافه اللي بيقطعها الجسم في الزمن. ما في السرعه المتجهه لا، انا بشوف هي مش بنقول متجهه، يبقى لازم تكون ازاحه مش مسافه. يبقى الازاحه اللي بيقطعها الجسم في الزمن اللي هو وحده الزمن. تمام؟ طيب نوع الكميه، يلا كده من غير حفظ فكر. انت بنقول سرعه عدديه ومسافه، يبقى تبقى متجهه ولا قياسيه؟ قياسيه، لان انا عايز اعرف المقدار فقط. انما في السرعه المتجهه هتكون كميه متجهه، لان انا بحدد المقدار بتاع ايه؟ المقدار بتاع الازاحه والاتجاه. الاشاره بتاع السرعه العدديه دايما موجبه، لان احنا بنقول في المسافه ما عنديش حاجه اسمها موجب وتالي. انما في الازاحه السرعه المتجهه بقول انها موجبه لو اتحرك الجسم في اتجاه معين، ده اتجاه الاصل اللي هيمشي فيه في البدايه، وهتكون سالبه لو اتحرك في عكس مين؟ الاتجاه. تمام؟ يعني هنا لو ماشي كده كده تي موجب، لو جه في عكس الاتجاه ومشي كده يبقى اتجاه ايه؟ دي دايما ايه؟ موجب. طب تعالى نصف الحركه بتاعتها. السرعه العدديه ما بتصفش الحركه وصفه تام. ليه يا جماعه؟ لو قال لي علم اقول له لانها بتحدد المقدار فقط، ان السرعه المتجهه تصف بوصف كامل لانها بتحدد الاثنين، المقدار والاتجاه. وحتى لان ما بنحاولش نحفظ كل ده، حاجات انا معتمد على ان احنا فاهمينها مع بعض. تمام؟ تمام. نخش بعد كده في السرعه المنتظمه والسرعه المتغيره. السرعه المنتظمه والسرعه الايه؟ المتغيره. بيقول ان السرعه المنتظمه هي سرعه بيقطعها الجسم يقطع فيها الجسم ازاحات مالها؟ ليس بنقول منتظم، يبقى ازاحات متساويه في ازمنه متساويه. الحاجات دي يا جماعه خدناها في اعداد، ان انا عندي السرعه لو منتظمه معناها ان الجسم بيقطع ازاحات متساويه في ازمنه متساويه. طبعا هنا بيكون الماشي بسرعه بمقدار ايه؟ ثابت، بيكون في خط مستقيم لان ليه اتجاه ثابت. تمام؟ وطبعا ادي الشكل بتاعه، ادي الجسم اللي هو الشخص ماشي مسافات ايتي، المسافات دي متساويه في ازمنه متساويه. الرسم البياني بتاعه ادي الازاحه عندي على المحور الافقي، على المحور الراسي، والزمن على المحور الافقي، يبقى انا بالنسبه لي هيكون في خط مستقيم. تمام؟ تمام. سرعه منتظمه ثانيه يا جماعه، هي سرعه بيقطع فيها الجسم ازاحات متساويه في ازمنه متساوي. الجسم بيكون ماشي او متحرك بمقدار ثابت. طب ليه يا جماعه لو جالي علم في السرعه المنتظمه يكون الجسم المتحرك بمقدار ثابت؟ فكر. يقول مقدار ثابت معناه ان انا كده لازم ناتج القسم بتاع الازاحه على الزمن يكون ثابت. صح، لان هو بيقطع ازاحات متساويه في ازمنه متساويه، يبقى لازم المقدار ثابت. يعني ايه الكلام برضه؟
يعني انا لو قلت ان هو اذا بيمشي ازاحه متساويه مقدارها 20 متر في زمن متساوي ثانيتين، مش كده كده هيفضل المقدار ثابت 10 متر في الثانيه؟ يعني انا كل ما اقسم 20 على 2 20 على 2 20 على 2 هيطلع لي 10 متر ايه؟ على الثانيه. طيب السرعه المتغيره دي كنا بندرسها اسمها السرعه الغير منتظمه. هي اذا العكس بقى، احنا كنا بنقول منتظمه وغير منتظمه، او منتظمه ومتغيره. يبقى هنا العكس، دي سرعه الجسم بيقطع فيها ازاحات غير متساويه في ازمنه متساويه. يعني انا بقطع ازاحات الشكل اهو، انا الشخص شوف هنا مشي بمسافه بسيطه اهي، هنا المسافه زادت شويه، هنا المسافه زادت اكتر، هنا المسافه زادت خالص، بس الازمنه متساوية، اللي هو قطع ازاحات مالها غير متساوية في ازمنة متساوية. يعني لو قلنا ان هو مشي هنا في 5 متر وهنا في 10 متر وهنا 20 متر وهنا 30 متر، تمام؟ كل مرة بيمشون في كام؟ في 2 ثابت 2 سكن، لكن الازاحه ايه؟ متغيره. لو قسمنا 5 على 2 فيها ايه؟ 2 ونص، يبقى هو بيمشي 2 ونص متر في الثانيه. 10 على 2 لا ده بقى 5، 20 على 2 لا ده بقى 10 متر في الثانيه، 30 على 2 لا ده بقى 15 متر على الثانيه. يبقى الازاحات مالها؟ غير متساوي. الازمنه مالها؟ متساوي. طبعا السرعه متغيره. السرعه مالها؟ متغير، سواء في المقدار زي ما قلنا اهو، هنا 2 ونص، هنا 5، هنا 10، هنا 15، وفي الاتجاه. طبعا هنا في التمثيل البياني بالنسبه لي هيكون بشكل ايه؟ منحنى، بشكل منحنى. ناخد عين تانيين من السرعات، عندي السرعه اللحظيه والسرعه الايه؟ المتوسطه. يلا يا جماعه نفهم بقى الجزئيه دي عشان نركز اكتر ونكون وصلنا المعلومة أفضل. سرعة لحظية، سرعة إيه؟ لحظية، من اسمها لحظية، يعني لحظة معينة. لحظة معينة. يعني أنا عايز أعرف سرعة جسمي في اللحظة دي، في الثانية دي. زي إيه؟ زي أنا مثلا أكون سايق العربية أو راكب بجانب حد بيسوق العربية وأبص على عداد السيارة في لحظة معينة. أشوفه مثلا إنه ماشي على 80 كيلو متر في الساعة. يبقى اللحظة اللي أنا بطلب فيها دي والسرعة دي اسمها السرعة اللحظية. سرعة إيه؟ لحظية. تمام؟ يبقى أنا لما أبص على عداد الطيارة في لحظة معينة عشان أشوف سرعة الطيارة اللي أنا ماشي بيها دي اسمها سرعة إيه؟ لحظية. في اللحظة دي ده ممكن تزيد بعدها على طول أو ممكن أعمل إيه؟ أهدي السرعة شوية. تمام؟ يبقى السرعة اللحظية بيقول لي سرعة الجسم في لحظة معينة، بيقول لي إن أنا ممكن أعرفها وأستدل عليها من خلال إن أنا أرى مؤشر عداد سرعة السيارة في لحظة ما. طب لو عايز أحدد وأعين السرعة بتاع السيارة، برسم منحنى، تمام؟ عند النقطة الإيه؟ اللي بتتقابل فيها اللحظية. الميل المماس للمنحنى هي سرعة السيارة الإيه؟ اللحظية. وهي هي برضه السرعة اللحظية الـ V، السرعة برضه التغير في الإزاحة دلتا D على التغير في الزمن دلتا T. بس الفرق بين إيه؟ بين الأنواع المختلفة من السرعات دي في النوعية. دي سرعة لحظية، يعني السرعة اللي أنا بتمشيها في اللحظة دي، في لحظة معينة. طيب السرعة المتوسطة يا جماعة بيقول لي إن أنا بيكون عندي إزاحات أو سرعات مشيت بيها من بداية ما بدأت أتحرك وأمشي لحد النهاية، تمام؟ فأنا بجيب مجموع الإزاحات اللي أنا مشيتها دي من بداية لحد النهاية وأقسمها على الزمن الكلي، أقسمها على مين؟ على الزمن الكلي اللي أنا مشيته، تمام؟ وبكده بقدر أحدد السرعة المتوسطة، تمام؟ يبقى السرعة المتوسطة عبارة عن الإزاحة الكلية اللي أنا مشيتها على الزمن الكلي اللي انا ايه؟ مشيت. طب نطبق كده في حته ايه؟ في حته
هتوضح اكتر في الامثله الثانيه، بس هوريها لك سريع في جزئيه السرعة المتوسطه يا جماعه، هوريها لك على حاجه بسيطه اكتر من جزء ممكن. احنا لسه واخدينها، احنا لسه كنا بنقول ان انا عندي سرعه متغيره صح؟ احنا ممكن نطبق على المثال ده، اقول ان انا مشيت على 5 و10 15 و20 5 و30 و30 65، يبقى انا الازاحه كلها اللي انا مشيتها كام؟ اقول له الكل اللي انا مشيته 65 متر، على الزمن الكلي ادي 200 و200 4 و2 6 و2 8، يبقى 65 على كام؟ على الثانية. يبقى انا كده اقدر اجيب ان انا مشيت بسرعه متوسطه مقدارها 65 على الثانية هتطلع تقريبا 8 تمام و 125 متر. يبقى انا بمشي 8 متر تمام و 125 متر في الثانية. دي اسمها ايه يا جماعة؟ دي اسمها سرعة متوسطة. انا بقول ان انا بمشي هنا 30 متر في الثانية، هنا 20 وهنا 10 وهنا 5، بس انا عايز اعرف المتوسط بتاعي اللي انا مشيته بكام؟ فباجي بجمع كل الازاحات اللي انا مشيتها واقسمها على الزمن الكلي اللي انا ايه؟ استغرقته عشان اوصل لنقطة النهاية. يا ريت تكون واضح. فقول لي ان في غلط خطأ شائع ان احنا بنخلط بين مصطلح سرعة متوسطة. طبعا سرعة متوسطة دي كمية يا جماعة؟ متجهة، لأنها دي اتجاه. وبين السرعة العددية المتوسطة دي كمية قياسية يا جماعة. يبقى أنا في فرق بين السرعة المتوسطة لأن دي كمية متجهة بعرف اتجاهها، انما السرعه العدديه المتوسطه تمام دي كميه قياسيه لان انا بعرف المقدار بتاعي فقط. طيب السرعه المتوسطه طبعا الاختلاف يعني دي كميه متجهه، يبقى لازم تكون ايه؟ ازاحه تمام، يبقى ازاحه كليه على زمن كلي. انما السرعه العدديه المتوسطه لانها كميه قياسيه يبقى اعبر عنها بايه؟ يعني كده يا جماعه يبقى هنا السرعه المتوسطه لان كميه متجهه والازاحه كليه على زمن كلي، انما السرعه العدديه المتوسطه لان كميه قياسيه بقول ان هي مسافه كليه على زمن ايه؟ تعالى نشوف المثال اللي معانا. بيقول لي ان شخص بيقود سياره خط مستقيم مشي او قطع 8.4 كيلو متر في الليل كيلومتر، الزمن بتاعه كان 12 من 100 متر، مشي 8.4 كيلومتر في زمن 12 من 100 متر، 12 من 100 ساعة، نفذ منه الوقود، الوقود السيارة البنزين خلص، ساب العربية ومشي لحد محطة بنزين مثلا، محطة وقود، تمام؟ مشي في خط مستقيم. قطع 2 متر ماشي، 2 كيلو متر ماشي، يبقى هو كان ماشي بالعربية مشي 8.4 كيلو متر بالعربية، ومشي بعد كده على رجليه عشان يوصل لمحطة الوقود 2 كيلو متر، وكاد 5/10 ساعة يعني نص ساعة اللي هي 30 دقيقة، فهو يقول لي احسب السرعة المتوسطة من بداية الحركة لحد إيه؟ نهايتها. من بداية الحركة لحد إيه؟ نهايتها. يبقى انا اقول له اول حاجه احسب مين الازاحه الكليه، الازاحه الكليه اللي هو مشيها، مشي 8.4 كيلو متر ومشي 2 كيلو متر، يبقى كل اللي مشيه كام يا جماعه؟ 10.4 كيلو متر. اول حاجه عملناها شفنا الازاحه الكليه كام، ابدا اشوف الزمن الكلي اللي مشيه، هو مشي 12 من 100 ساعه زائد 5/10 اللي هي 50 من 100 يبقى 62 من 100 ساعة، اقسم 10.4 على 62 من 100 تطلع لي 16.8 كيلو متر في الايه؟ الساعة. يبقى هو مشي كام؟ متوسط سرعته المتوسطة متجهة، كمية متجهة، مشي اتجاهه في خط مستقيم بسرعة متوسطة 16.8 كيلو متر في الساعة. طبعا دي الطريقة الرياضية بتاعتنا، ان انا بطبق القانون او المعادله. طبعا لو
بالميل بس، وأحط هنا في الكيلومترات اللي مشيها، وهنا في الزمن اللي استغرقه، وأبدأ أعمل الميل. أقول إن هو كان عند النقطة صفر هنا صفر وصفر، لما مشي لحد 12% ساعة، 12% ساعة، أعادي إيه لحد 8.4 كيلومتر، وعند 6.5 ساعة ده نص ساعة، أحط أمشيله هو مشي كام متر تاني؟ 2 متر تاني، يبقى 10.4، يعني إيه الميل بتاعي وأجيب اللي إيه الميل. طيب بيقول لك، طب لو افترضنا رقم 2 بقى، بيقول لي إذا افترضنا أن الشخص عاد مرة أخرى، يبقى هو كده راح حطت الوقود جاب البنزين للعربية وعاود مرة تانية، بس هو معاود كده، هو معاود كام يا جماعة؟ ركز انتاش الجزئية دي، هو كده معاود كام؟ نفس المسافة اللي مشي، نفس الإزاحة اللي مشيها، هو كان مشي كام؟ 2 كيلومتر، اللي هيعاود 2 كيلومتر ولا هيعاود أكتر؟ لا هيعاود 2 كيلومتر. طب بس المرة دي خد زمن كام؟ خد زمن 6.1 ساعة، تمام؟ بيقول لي احسب السرعة المتوسطة للحركة، لاحظوا هو بيقول لي مين يا جماعة؟ سرعة متوسطة، تمام؟ من بدايتها لحد ما عود للسيارة تاني، لحد ما جاب بنزين وعود للايه؟ للسيارة تاني. يبقى أنا أقول له إن أنا كده الشخص عاود مرة تانية، يبقى الإزاحة كام؟ تعال نشوف، هو كان ماشي هنا أهو، فضل ماشي 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 8.4 ومشي 2 كيلو تاني، تمام؟ بس جه هنا تي ومشي في عكس الاتجاه، في عكس مين يا جماعه؟ يبقى ده اتجاه موجب وده اتجاه سالب، يبقى انا هو مشي موجب 10.4 سالب 2 يبقى فاضل لي 8.4. كده دي الازاحه الكليه، وبنقول عشان كان فرق ان هي ازاحه ولا مسافه. طبعا هي ازاحه لما بيقول لي السرعه المتوسطه يبقى متجه، اتجاه الموجب 10.4 مشي في السالب 2 يبقى الصافي كام؟ 8.4. يلا نجيب الزمن الكلي، الزمن الكلي هو كان مشي 12% زائد 5.1 زائد 6.1 اللي هي مشي ساعه و22% نص ساعه. يبقى كده السرعات المتوسطة 6.88 كيلومتر في الساعة. نلاحظ يا جماعة إنه هنا كان 16.8، هنا 6.88. إيه السبب؟ إن السرعة المتوسطة اتغيرت. أول سبب إن هو مشي في الاتجاه السالب للإزاحة. ثاني سبب إن اللي مشيه الفترة أو الزمن اللي مشيه ده هيتحسب معايا هنا. ده اللي خلى إيه؟ في السلم. تمام؟ ده لو بنتكلم على انها سرعه متوسطه متجهه فبستخدم الازاحه. الواجب يا ريت نفكر لو السؤال كان طالب انها سرعه عدديه. لو السؤال كان طالب انها سرعه عدديه متوسطه هنستخدم مسافه. شوفوا بقى يا جماعه الناس اللي بتفكر هتحلها ازاي. وهنتكلم في الحل ده كواجب ان شاء الله. ندخل يا جماعه ان شاء الله في جزئية ثانية اللي هي العجلة. بيقول إن الحركة لو بعجلة، هنكتب إن بنتكلم عن السرعة، تمام؟ هنا بنتكلم عن مين العجلة؟ العجلة هي حركة بتحدث في الجسم نتيجة لتغير السرعة بالنسبة للزمن تاعي. يعني العجلة هي عبارة عن علاقة كبيرة، بس بين مين؟ بين السرعة والزمن. نكتة السرعة علاقة بين الإزاحة والزمن. لا هنا العجلة علاقة بين مين؟ بين السرعة والزمن. طيب هناك كنا بنعرف إن السرعة عبارة عن إيه؟ عبارة عن الإزاحة اللي بيقطعها الجسم في الزمن اللي هو الثاني. تمام؟ العجلة هنا يلا بقى نعرفها، أقول هي التغير اللي بيحدث في السرعة. إحنا بنقول إن هنا العلاقة بين السرعة والزمن، يبقى اللي هي التغير اللي بيحدث في السرعة خلال وحدة الزمن اللي هي مثلا الثانية أو الساعة حسب اللي أنا بستخدمه. هذا التعريف، أو هو نفس التعريف اللي خدناه هناك،
بس هنا علاقتي مع السرعة والزمن أقول إن المعدل اللي هي المعدل الزمني، المعدل الزمني للتغير في مين؟ في السرعة. طب يلا نجيب الوحدة، الوحدة بتاع العجلة كانت، تعالى نركز هنا يا جماعة في الجنب، الوحدة كانت بتاع السرعة متر على ثانية. هعملها تاني واقسم على الثانية تاني، لما انا بقسم هنا على الثانية برضو للزمن يبقى متر على ثانية في ثانية، مش دي تحت يبقى ثانية في ثانية، ثانية تربيع، يبقى كده العلاقة بتاعتي متر، الوحدة بتاعتي متر على الثانية تربيع. انما لو بالكيلو متر يبقى هحوش المتر واخليها كيلو متر، والثانية هخليها ساعة تربيع، هو كيلو متر على الساعة تربيع. دي مين؟ العجلة. طيب القانون بتاعي العجلة برمز لها بالرمز ايه؟ الاثنين بيساوي التغير في البي اللي هي التغير في السرعة على التغير في التي دلتا تي اللي هي التغير في الزمن. طبعا قلنا كلمة تغير معناها ان انا عندي حاجتين، عندي السرعة الأولى دي 2 وعندي السرعة الثانية دي 1، واطرحهم من بعض زي ما كنا بنقول هنا في التغير في الإزاحة، معناه إن أنا عندي الإزاحة الأولى والإزاحة الثانية بطرحهم من بعض. نفس الأمر التغير الدلتا تي معناها إن أنا عندي تي 2 اللي هو الزمن الثاني ناقص الزمن الأول. تمام؟ اللي هي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على زمن نهائي ناقص الزمن الابتدائي. طب يا جماعة أنا لو عندي، عارفين طبعا إن أنا قراءة عداد السيارة بيكون بإيه؟ بالكيلو متر في الساعة، بشوف أنا مشيت كام كيلو متر في الساعة، السرعة بتاعتي كام؟ لو عايز أحولها هعرف بالمتر في الثانية، يعني كنت بمشي مثلا هنقول افتراضا كيلو متر واحد في الساعة، كل ساعة بمشي كيلو متر، يبقى أنا كده بمشي كام كام متر في الثانية الواحدة؟ هنحولها كده عشان نعرفها بس في الكيلو متر، يبقى انا عندي الكيلو متر في الساعة بيساوي كام؟ اقول له ان 1 كيلو متر على الساعة، من 1 كيلو متر عبارة عن 1000 متر، الساعة عبارة عن 60 دقيقة في 60 ثانية، يبقى 1000 على 3600 اللي هي 5 على 18، دي العلاقة اللي احنا عايزين نجيبها، اللي هي ان الكيلو متر في الساعة عبارة عن 5 على 18 متر أكتر. يبقى أنا لو عايز أحول أي قراءة عداد طيارة أضرب القراءة بتاعتي في القيمة اللي أنا طلعتها لي. لو أنا همشي 18 كيلو متر في الساعة، لو بمشي 18 كيلو متر في الساعة يبقى أنا بمشي كام متر في الثانية؟ يلا كده هقول له إن هنا 18 في القيمة اللي أنا جبتها دي اللي هي 5 على 18، يبقى انا كده بمشي ايه؟ بمشي يا جماعه بمشي 5 متر في الثانيه، عشان بمشي 18 كيلو في الساعه الواحده يبقى كام متر؟ 5 متر في الثانيه، 18 مع 18 يفضل لي 5 متر على الثانيه. تمام؟ بيقول لي ما معنى قولنا ان، نرجع لجزئية ما معنى إن نتيجة الامتحانات كتير. يقول لي ما معنى قولنا أن السيارة بتتحرك بعجلة 3 متر على الثانية تربيع. نفس ما عملنا في السرعة. قلنا سؤال وحطينا الإجابة اللي هي التعريف. أقول له الإجابة أي أن سرعة السيارة بتتغير بمقدار كام؟ 3 متر على الثانية كل ثانية. السرعة بتاعت كام؟ 3 متر على الثانية لكل ثانية. لأن العجلة علاقة بين السرعة والزمن. برضه سؤال علل، بيقول لك علل العجلة كمية متجهة، نفس اللي بنقول برضه السرعة كمية متجهة. أقول نفس الإجابة لأنه يلزم تعريفها معرفة مقدارها واتجاهها. تمام؟ بيقول لي سين علل، إذا تحرك الجسم بسرعة منتظمة، بسرعة مين يا جماعة؟ اللي لسه واخدينها سرعة منتظمة يعني إيه؟ يعني بيقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، بيقول لي العجلة تكون ثابتة. هنخد الإجابة نشوف مين اللي بيفكر
قر هسيبك بالظبط نص دقيقة تفكر فيها. فكرنا بيقول لي لو أنا عندي السرعة المنتظمة يبقى العجلة بتفرق. بسيطة، لأن أنا بقول إن العجلة أصلا تغير في مين؟ السرعة. طب هي السرعة بتتغير في السرعة المنتظمة؟ لا، طالما ما بتتغيرش يبقى هتكون صفر. طب صفر على أي حاجة بكام يا جماعة؟ بصفر. طب نخليها أرقام كده عشان نفهم أكتر. فبنقول إن السرعة المنتظمة مثلا 10 متر على الثانية، يبقى دي السرعة ناي. السرعة الابتدائية كانت كام؟ برضه 10 متر على الثانية لأنها منتظمة كلها متساوية. أقول 10 ناقص 10 صفر، صفر على، طب برضه ثانية ناقص ثانية صفر، يبقى إيه؟ الإجابة هتقول له لأن العجلة هي تغير في السرعة في وحدة الزمن، والسرعة ما إيه؟ ما بتتغيرش، يبقى إذا العجلة بصفر. تمام يا جماعة؟ تمام. أنواع العجل، أنواع العجل، إحنا خدنا أنواع السرعة اتكلمنا فيها باستفاضة، ناخد أنواع العجل. عند العجلة موجبة، العجلة الموجبة دي إيه اللي بيحصل فيها؟ بيحصل فيها زيادة في السرعة كل ما بيمر الزمن، يبقى كل ما الزمن يعدي، كل ما يعدي زمن كل ما السرعة بتزيد. طبعا كده السرعة النهائية مين اللي هتكون أكتر، السرعة النهائية ولا الابتدائية؟ طبعا النهائية، لأننا كل ما بيمر الزمن بتزيد السرعة. يعني أنا كانت السرعة 5، الزمن عدى بقت 6، بقت 7، بقت 8، لحد ما وصلت السرعة النهائية 10. يبقى دي اسمها إيه؟ عجلة موجبة. تمام؟ دي طبعا زي حركة الأجسام لما عند سقوط الأجسام، لما برمي حاجة من فوق لتحت السرعة بتاعتها ايه؟ بتكون متزايدة وعجلة ايه؟ ان انا قلنا ان العجلة الموجبة بتكون فيها السرعة بتزيد بمرور الزمن، طالما بتزيد يبقى لازم السرعة النهائية هي اللي تكون أكبر من الابتدائية، لأن أنا في الابتدائية أقل حاجة ببدأ أزيد 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 لحد ما أوصل للسرعة النهائية. في العجلة السالبة العكس بقى، ان انا السرعه بتقل كل ما يمر الزمن، يعني انا السرعه الابتدائيه كنت ماشي في البدايه خالص بحماس ماشي ب 10 متر في الثانيه، بعد كده بقت 9، بعد كده بقت 8، بقت 6، لحد ما وصلت في النهايه ان انا بقيت بمشي 2 متر في الثانيه، يبقى العجله بتاعتي هتكون ايه؟ سلب. ليه؟ لان انا سرعتي بتنقص بتقل، يبقى كده مين اللي هتكون الاكبر؟ السرعه الابتدائيه ولا النهائيه؟ السرعة الابتدائية هتكون هي الأكبر من النهائي. دي زي حركة الجسم لما بتقذفه الأعلى. أنا لو جرب كده ارمي حاجة من فوق هتلاقي إنها بتنزل أسرع، كل ما الزمن يعدي بتنزل أسرع. إنما ارفع ارمي امسك قطعة معدنية، جنيه، فضة، أي حاجة وارميها لفوق، هتحس مش هتحس الإحساس ده قوي جدا. تمام؟ ان السرعه بتاعته بتقل. تمام؟ كل ما طلع لفوق تحس انه بيواجه صعوبه في سرعته. هتبان اكتر العجله السالبه في الفرامل. في مين يا جماعه؟ فرامل العربيات. انا ببقى ماشي بسرعه كبيره، الفرامل دورها انها بتبدا تقلل الضغط بتاع السرعه، تقلل السرعه سرعه لحد ما توقف ايه؟ العربيه. عندي عجله صفريه. عجله صفريه اللي هي الجسم فيها بيتحرك سرعته ثابته. احنا لسه قايلين امتى تكون العجله سالبه؟ العجله صفر. اهي السالب تعلم، بيقول لك اذا اتحرك الجسم بسرعه مالها؟ منتظمه، يعني سرعه مالها؟ ثابت، يبقى العجله بتساوي صفر. تمام؟ وهنا طبعا السرعه النهائيه بتساوي السرعه ليه؟ الابتدائيه. يعني السرعه المنتظمه بتكون فيها السرعات متساويه في ازمنه متساوي او الازاحه. هنا الرسم البياني بتاعهم، هنا بيقول ان الجسم هنا تبقى عجله ايه؟ موجبه. طالما بعجله موجبه يبقى الميل بيزيد اهو. هنا عجله سالبه الميل بيحصل له ايه؟ بيقل بيقل. هنا في صفريه الميل ثابت. تمام؟ يوجد داخل كل سياره ثلاث ادوات
يمكن بواسطها التحكم في السرعة والاتجاه. دواسة البنزين نزود بها السرعة طبعا، الفرامل بقلل بها السرعة، عجلة القيادة ذات نفسها دي اللي بتعمل ايه؟ تغيير اتجاه الحرارة اللي احنا بنقول عليها الدركسيون. تمام؟ يبقى انا كده في العربية بس فيها الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة. دواسة البنزين نزود السرعة، الفرامل بقلل السرعة، العجلة القيادة بغير اتجاهاتي بالسيارة، امشي يمين اخش شمال يبقى بغير اتجاه الحركة. الفصل الثاني يا جماعة كده الحمد لله احنا خلصنا الفصل الاول من الباب الثاني. نبات متأخرين نتيجة لان كان في حصة او حصتين حصل فيهم لبس انقطاع كهرباء وتغيير، احنا بنحاول بس الحصة دي او الحصة الثانية بنمشي شوية. هي هناخد المقدمة بس بتاع الفصل قبل المعادلات والحاجات نخليها في حصة تانية عشان نحل براحتنا ان شاء الله الحصة الجاية. الحصة الجاية هيكون كلها حل اسئلة عملي وتشغيل دماغ يا جماعة. طيب الفصل الثاني بيبدأ لي بالعجلة المنتظمة. عجلة مالها؟ منتظمة. لسه قايلين يعني ايه منتظمة؟ يعني بيحصل حاجات متساوية في أزمنة متساوية. طب تعالى نشوف أنا بتكلم على عجلة، العجلة إيه اللي بيتربط فيها بالزمن؟ بربط السرعة، بقول إن هي بيتحرك فيها الجسم بسرعة متساوية أو سرعات متساوية في أزمنة متساوية. طيب عجلة غير منتظمة أو المتغيرة؟ يبقى أنا بتحرك الجسم بسرعة غير متساوية أو سرعات غير متساوية في أزمنة متساوية. معادلات الحركة هناخد المعادلات نفهمها ونحل عليها إن شاء الله من المرة الجاية حاجات وأسئلة تنشيط. أول معادلة عندي معادلة خاصة بالسرعة والزمن. معادلة خاصة بالسرعة ومين؟ والزمن. بيقول لي إن أنا تتغير سرعة الجسم بمعدل ثابت من السرعة الابتدائية للسرعة النهائية خلال الزمن قدره ايه؟ t. يبقى العجلة دي مالها يا جماعة؟ منتظمة. بتتعين العلاقة ايه؟ التغير في السرعة على التغير في الزمن. قلنا الدلتا يعني تغير، يعني v2 اللي هي vf اللي هي السرعة النهائية اخر سرعة بالنسبة لي ناقص السرعة الابتدائية اللي انا كنت ايه؟ بدأت الحركة بيها. يبقى الـ A بتساوي VF ناقص V الابتدائية على مين؟ على T. يلا اعمل طرفين وسطين. يبقى الـ A العجلة في الزمن في T بتساوي سرعة نهائية ناقص سرعة ابتدائية. هطلع دي بإشارة مخالفة هنا. هطلع بإشارة مخالفة موجب يبقى أنا فضل عندي الـ VF بتساوي الـ VF اللي هي السرعة النهائية بتساوي السرعة الابتدائية زائد العجلة في الزمن. السؤال بيقول لي احسب، واجب برضه هو واجب سهل لحد ما نبدأ في الحاجات اللي فيها أكتر. بيقول لي احسب العجلة اللي بيتحرك بيها الفه، طالب عجلة يا جماعة مش سرعة وسيارة، إذا أنا عندي فهد والسيارة. لو عرفت لو علمت أنا إن الفهد بيغير سرعته تمام من 0 كيلومتر ل 110 كيلومتر في الساعة، يبقى كده السرعة الابتدائية كام؟ 0 0 والسرعة النهائية 110 في الزمن التيب كام؟ 3. يبقى أنا كده قدرت أعرف الحاجات ولا لأ؟ أقدر أجيب العجلة؟ اقول له العجله بتساوي ال في النهائيه السرعه النهائيه بكام؟ 110 ناقص 0 يبقى 110 على 3 يبقى 110 على 3 بتطلع لي مين؟ العجله بتاعه الفهد. طب نشوف العجله بتاع الطياره. بيقول ان الطياره بتتحول من 0 0 لحد 100، يبقى مين السرعه النهائيه يا جماعه؟ 100. مين السرعه الابتدائيه؟ 0. الزمن كام؟ 2.4 ثانيه.
تمام يا جماعه، هقول ان عجله السياره 100 ناقص 0 ب 100 على 2.4، يبقى انا كده قدرت اجيب، خليت معاكم المثال، جبنا عجله الكهف وعجله مين؟ السياره. تاني معادله معانا، بيقول لي المعادله بين الازاحه والزمن. الازاحه والزمن، المعادله اهيت على طول وهنشوف استنتاجها جت ازاي. بيقول لي ان الازاحه بتساوي سرعه ابتدائيه في الزمن زائد نص العجله في الزمن تربيع. طيب نفهمها يا جماعه الاستنتاج بتاعها ونختم ان شاء الله. بيقول لي ان انا عندي السرعه المتوسطه، السرعه المتوسطه، مش قلنا ان السرعه المتوسطه عباره عن الازاحه او المسافه اللي انا مشيت على الزمن، الازاحه او المسافه الكليه على الزمن الكلي، تمام، اللي هي عباره الازاحه او المسافه دي عباره عن مين؟ انا هنا بتكلم في مين؟ عوض بقى في السرعات، دي ابتدائيه، سرعه ابتدائيه على سرعه نهائيه، واعتبر ان انا مشيت 2. يلا نعمل بقى ليه؟ مش دي بتساوي دي، الاثنين يروحوا مع بعض، واجيب دي هنا ودي تنزل مكانها، يبقى بقى عندي دي على تي بيساوي السرعه مين؟ الابتدائيه زائد السرعه النهائيه على الاثنين. تاني يا جماعه نبدا المعادلات تاني، انا بقول ان السرعه المتوسطه بتساوي يا جماعه، نفتح من جديد، تاني يا جماعه بقول ان انا عندي السرعه المتوسطه عباره عن مين؟ عباره عن المسافه والازاحه الكليه على الزمن الكلي. دي اول علاقه. ثاني علاقه بقول ان هي هنا بقى بتساوي مين؟ بتساوي عندي السرعه الابتدائيه زائد السرعه النهائيه على الاثنين. انا لما بجيب متوسط اي حاجتين مع بعض بقول ان هي عباره عن مجموع الاول زائد الثاني على مجموع واحد، يبقى واحد وواحد اثنين، تمام؟ يبقى السرعه الابتدائيه زائد السرعه النهائيه على الاثنين، مش دي سرعه متوسطه ودي سرعه متوسطه، يبقى راها مع بعض. فضل الدي على التي بيساوي الابتدائيه زائد النهائيه على الاثنين. يلا بقى يا جماعه نعوض. انا بعوض عن في اف السرعه النهائيه، احنا لسه جايبين السرعه النهائيه في المعادله الاولى، تعالى نرجع للمعادله الاولى، بتساوي مين؟ بتساوي سرعه ابتدائيه زائد العجله في الزمن. يلا نخش الفي اف من هنا، نخشها ونكتب مكانها، بتساوي سرعه ابتدائيه زائد عجله في الزمن. يبقى كده عندي دي على تي بيساوي 2 في السرعة الابتدائية زائد العجلة في الزمن على الاثنين. يلا يا جماعة طرفين قوى وسطين، يبقى أنا كده بقى عندي دي بتساوي الاثنين في السرعة الابتدائية زائد العجلة في الزمن على الاثنين. اضرب اضرب، نبدأ نضرب بقى بسط دي مق التي، الزمن دي مقامها واحد، اضرب بسط في بسط ومقام في مقام، يبقى الدي بتساوي 2 سرعة بتساوي سرعة ابتدائية في التي زائد الله 2 مع الاثنين راح، ودي هتبقى نص لان واحد على الاثنين، يبقى نص العجلة في تي في تي بتي تربيع. طبعا الاستنتاج يا جماعة، الاستنتاج مش هنحتاج، وان شاء الله احنا بس بنقول ان مش اي حاجة بناخدها حفظ، لا ده هي استنتاج وليها طريقة جت بيها، ما جاتش كده وخلاص، تمام؟ يبقى احنا كده تي عرفنا الاستنتاج، احنا هنعرف المعادلة إن شاء الله، بس فهمنا استنتاجها جه ازاي، وهنعيد الاستنتاجات تاني إن شاء الله قبل الحل في المحاضرة الجاية. هنا بيقول لي إن أنا ممكن أستنتج المعادلة دي بس بيان، تمام؟ إن شاء الله هنختم على كده تي، على صلاة المغرب بإذن الله. تمام؟ لأن مش هنكمل النهارده بعد الصلاة بإذن الله،
وهنستكفي بس بالجزئيات دي عشان نقدر ايه نذاكرها ونجهز نفسنا ان شاء الله لنكمل الفصل الثاني بمثال ان شاء الله المحاضره الجايه، وندوس اكتر ونذاكر ونشد حيلنا. وفي رعايه الله، وربنا يوفق كل الطلاب.